حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. فقرة مزايين الكتب اليوم سنستعرض فيها كتاب حياتي في العقار للقدير في مجال العقار والاسم المعروف إبراهيم بن سعيدان. ولكن مما يميز هذه الفقرة أن الذي سيحكي قصة هذا الكتاب واحد من الأسماء الإعلامية الصحفية السعودية الكبيرة، وأنا حين أقول الكبيرة أقصد هذا المعنى بكل أبعاده، تاريخه مع الصحافة، تاريخه مع الإعلام والقنوات إجمالا، وتاريخ الذي لم ينقل للضوء كما يجب حتى الآن مع الأفلام الوثائقية. كل هذه الثلاثية تسجل بصمة إعلامية في المجال الرياضي كبيرة جدا، مدونة باسم غانم القحطاني. خلونا نشوف وش قال في الكتاب ونرجع نتكلم. مساكم الله بالخير، اليوم اتشرف وموجود معاكم يا هلا بالعرفج. اليوم اتكلم عن كتاب حياتي في العقار للاستاذ ابراهيم بن سعيدان. صراحه كتاب متطور وكتاب جميل، يحكي قصه هذا الرجل وبدايه كفاحه ودخوله للتعليم في وزاره المعارف، توظفه في وزاره المعارف عن طريق الصدفه. كذلك يحكي قصته، وكانت قصه مؤثره مع اخيه الصغير عبد العزيز، واللي يعني انا ما ابغى احرقها على الناس، لكن كانت قصه مؤثره له وأسرته، وكيف كان الاستثمار عندهم في حي العليا في الرياض، واشتروه من الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز بعشرين مليون عام 1389، وكيف استطاعوا أن يخلون هذا الحي من أرقى الأحياء في مدينة الرياض، وكيف تطور هذا الحي، وكانوا يشترون المتر تقريبا بريالين إلا ثلث، وباعوه تقريبا 18 ريال. برضو الكتاب يتكلم عن قصة عبد العزيز، عن قصة إبراهيم بن سعيدان في أول استراحة ومفهوم الاستراحات في المملكة العربية السعودية عن طريق البلديات، كيف قدر يقنعهم أنه يكون في شراء عمل بلدي استراحات عام 1401 وانتشرت بعد ذلك. الكتاب فيه ميزة سلاسة الطرح، سرد الأحداث. أنا عرفت نجاح المؤلف في وصف الكتاب، خاصة أنه كان شخص عمل في بداية حياته في صحيفة عكاظ وفي أكثر من جريدة ومارس العمل الإعلامي. شكرا جزيلا للأستاذ غانم القحطاني أكثر من مرة، أولا على تجاوبه مع دعوة يا هلا بالعرفج، ثانيا على قراءته التي قدمها لهذا الكتاب، وثالثا على إضافته لنا اليوم في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج بحضوره الثري. دائما كل التحية والتقدير والإكبار للأستاذ إبراهيم بن سعيدان ولعائلة بن سعيدان، العائلة المشهورة في مجال العقار. ويمكن قبل فترة من الآن استعرضنا كتاب للأستاذ حمد بن سعيدان، اليوم نستعرض هذا الكتاب الثاني وننوع ما بين وقت وآخر. ويمكن لو تشوف الصورة الثقافية الكاملة أنه رجل في الإعلام الرياضي يقرأ كتاب في العقار ويقدم اليوم على برنامج اجتماعي، يعني هذه الخلطة الثقافية من الجسور اللي تمدها القراءة دائما بين المجالات كلها. دكتور التعليق عندك. شكرا لك. ترى الخلطة الثقافية هذه شغل يا هلا ويا هلا بالعرفج، أنه ندمج بين الأرواح. شوف أنا يعني شلت عني هم ثقيل وهو تقديم غانم، شكرا لك أنك قدمته. شوف الناس يعتقدون أني أنا أعرف غانم، أنا والله ما قد شفته في حياتي. أرسلت له رسالة قلت له يا غانم تكفى، أبغاك، مع أنه نادر الظهور، أبغاك تقرأ الكتاب ذا وتعطيني انطباعات. قال بشري أحمد أنا ما أرد لك طلب، كله بضرة ولا اتصال بالرسائل تعرف. بعد أسبوعين راح اشترى هو الكتاب وقرأه، أنا طبعا جاي الكتاب هدية من الشيخ إبراهيم، هو لا اشتراه مسكين وقرأه، والحقيقة أنه فعلا التقط الأشياء اللي في زبدة الزبدة. خلينا نتكلم شيء على الكتاب هذا. احنا الحين يا هلا بالعرفة 9 سنين استعرضنا كتابين في العقار، وما هو ذنبي انه بس 2 اخوان اللي طلعوا، كنت اتمنى انه عقاراته مكة، عقارات جدة، عقارات مثلا المدينة، انه واحد يكتب تجربته في العقار، لكن حمد استعرضنا كتابه الدروازة وهذا الثاني. ليش استعرضه؟ هذا ليس سيرة في العقار، هذا سيرة مجتمع ومدينة الرياض نموها. الآن أثناء الكتاب أوريك ليش. نبدأ يا طويل العمر من البداية. هو ذكر طفولة يعني آلمتني كثيرا لأنه قصرت لي وأنا صغير. يقول ماتت أمي الله يرحمها، وأنا رايح معهم المقر بدري عن شيء، وكل ما سألتهم وين أمي قالوا بلحج حتجي، بلحج تجي. أنا يوم أنا صغير طلعت أول ما قلت وين بابا قالوا راح للحج بيجي،
طبعا جاء الحج وراء الحج ما جاء، فكان مؤثر. بعدين قال اللي ربته مرتبوه، وهنا لازم نشكر. احنا عندنا مثل بنجد مع الأسف ما هو منصف، يقولون لما يشوفون الشغل أي كلام قالوا شغل زوجة أب، إنه ما في خلاص. هو يقول هنا إنه مرت أبي حافظت علي وربتنا أنا وإخواني زي بعض. بعدين ذكر قصة محزنة، أخوه عبد العزيز هو الصغير، تعرف من أول الناس لجى الشتاء زي الآن ما في تدفئة في كهرب ولا شيء، فيولعون غاز، أخوه الصغير هو يولع الغاز يتدفى حرقته النار، وقعد 10 أيام في المستشفى الشميسي ومات. يعني هذه يعني الطفولة معجونة بالحزن. أي والله معجونة بالحزن. طبعا أبوهم الله يرحمه، أبوهم الله يرحمه كل أهل الرياض الأولين يعرفون، وكان بناي يمت الأرض، وكان من لهف الناس في العقار ذيك اليوم شارع الخزان. يقول كان أبوي يبيع البيت قبل أن نركب الأبواب من الزحمة. نجي يا طويل العمر إلى كان يدرس، قصة عجيبة. لذلك دائما أقول أنا للناس إنه إذا حصلت لك مصيبة تفائل، ترى أحيانا يكون فيها خبر. يقول هو أني أنا رحت درست في الكتاتيب ولا عجبني، فدرست في المدرسة التذكارية اللي جبنا لها مقطع هنا مرة من المرات في حلة العبيد، هو سماها حلة العبيد مع أنه الآن تغير اسمها صار حلة الأحرار. يقول لما جيت أدرس أنا ما نلقى السندويش إلا بشق الأنفس. يقول لسه أنا باكل السندويش دخلت الحصة، قلت والله ما أدخل أبا أكمل السندويش. قال يا وين ألقى زيها. يقول لما جيت مدرس وافد، طبعا هو ذكر جنسيته بس أنا ما أذكرها، وافد قال له روح 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 كمل سندويشتك وتعال الحصة الجاية. يقول طردني. يقول المدرس هذا مكروه من كل الطلاب، بدأوا الطلاب يشحنوني ويحرضوني، روح اشتكي روح اشتكي. يقول رحت للمدير، المدير خواف ما انصفني. يقول رسالت وين مدير التعليم، ويقول أنا راح أتمشي للوزارات. من مدير التعليم أنا ذاك الشيخ حمد الجاسر الله يرحمه. يقول حول لي على عبد الله النعيم. عبد الله النعيم يقول أنا كتبت له الخطاب انبهر. قال مين اللي كتب الخطاب ذا؟ قلت له أنا. قال أقول أتكمل دراستك تعال. يقول ويعطوني عقد وأشتغل ب500 ريال. 500 ريال تتكلم قبل العولد هالكلام، 500 ريال يقول تجيب لي مخطط ذاك الوقت. يقول شوف أنا ما كمل دراسته. يقول ما عجبني المدرس، قال أنت ولا ترجع للمدرسة، حنا محتاجينك في تحرير الخطابات. يقول وظفوني، استمرت الحياة معاه، استمرت بدأ تجارته. طال عمرك زي ما يقول هو أنه كان يتمشى مرة من طريق المطار عند المستشفى العسكري، يقول شاف أرض فاضية قالوا له قال بشتريها، قالوا له 250 ألف، ربع مليون. يقول أنا بعت ما عندي وما دوني، دبرت المبلغ واشتريت الأرض. يقول الملك فيصل الله يرحمه من أحد رحلاته هو جاي شاف المسألة الأرض هذه مرسمة، قال وش ذي مقبرة؟ قالوا لا طال عمرك هذه أرض المواطن. قال لا اشتروها للمستشفى العسكري. الحين طبعا دخلت في المستشفى العسكري اللي هنا في طريق خريص. يقول ف شريت المتر تقريبا بريالين إلا شوي، وبعته تقريبا بمبالغ فلكية. يقول من هنا بدأت العقارات. نجي يا طويل العمر إلى تكملة الموضوع. الغريب أنه هو الحقيقة القصة هنا سيرتها مرة 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 عطرة وجذابة. ليه؟ لأنه كان صحفي 10 سنين اشتغل في الجزيرة واشتغل في عكاظ، ونفع مستشفى جياد في مكة أنه جاب لهم تخدير، كتب أنه مستشفى جياد مكة من غير تخدير. الملك فيصل الله يرحمه أنزعج من التقرير وجاء وشكل لجنة وسوى لهم. فهو جايبها من هنا من القصة. نجي يا طويل العمر إلى شارع الخزان. هو يقول شارع الخزان كان حيوي والناس ساكنة فيه. يقول أنا شريت العليا ومزرعة العليا ما في حد يجي ولا حد راضي يسكن. يقول فأنا سويت بذكاء ورحت عطيت 100 ألف متر مربع لوزارة المالية، قلت خذوا المخطط ذا بلاش اسكنوا عشان تجيبون الناس. يعني في هذاك الحين كانت العليا خارج الرياض، خارج. يقول من مهبول؟ يقول ما كلهم مجانين. يقول رحنا سوينا إعلانات، الإعلانات يقول نكتبها بخط يد ونوزعها في المساجد. يقول يأخذونها الناس، أعوذ بالله أعوذ بالله، اشتر 1500 واشتر قطع بالعليا، بالعليا هناك وين شو ودينا ب1500. يقول اللي يحط الورقة واللي يسب واللي يقول مطوع قال أنتم والله باين أنكم تكذبون ولا بلاش ماخذها. المهم يقول إيش اللي صار، بترومين فكت الموضوع. يقول جت بترومين وشرت منا الأرض بدال اللي شريتها بريالين، أعطوني على المتر 6. يقول هنا انتقلت وتطورت. بعدين شوف طول عمرك انتقلت الموضوع الأول من هنا. نجي يا طويل العمر للمرسلات. قبل كم يوم كان صديقي
تعرفه أنت أبو ياسر مطلق الفراج، عنده عقار في المرسلات. قلت له تعرف ليش سموه المرسلات؟ قال لا. قلت إليك المعلومة من كتاب الشيخ حمد، يقول أنه قبل 50 سنة جيت المرسلات كان عبارة عن أجهزة كبيرة لوزارة البرق والبريد والهاتف، حطتها شركة سمينس الألمانية كأجهزة التقاط وإرسال واستقبال، فسموها الناس المرسلات اللي هي ترسل منها البرقيات. فقال لي شكرا والله عرفت المعلومة. قلت له لا، هذه هنا كاتبها الشيخ. بعد ما نجح في المرسلات، شوف الأحياء اللي سواها الشيخ إبراهيم الله يطول عمره، يقول لك أول النفل وهذا سواه أثناء صدام، يقول من ثقتي بالحكومة السعودية واقتصادها، الناس ذاك الوقت تبيع أراضي وصدام يضرب صواريخ عام 1990، يقول أنا بشيولاتي خطط حي النفل ونجحت فيه وخدت فيه ثمن مضاعف. النفل، غرناطة، المروج، النخيل، المونسية، المحمدية، التعاون. طبعا جاب هنا فكرة نختلف معاه، قال إنه أنا أول من أسس فكرة الاستراحات، وأول استراحة سواها الآن اللي هو سنتر بوينت، اللي هي تقاطع الملك عبد الله مع الملك فهد، يقول في الزاوية سويت. يقول رحت البلدية أبغى تصريح، ليش استراحة؟ والله ما أنا أعرف حنا. يقول شرحت له ما هذه استراحة، محل فيها وسيع حوش يجلسون فيه الناس في الويكند، يجلسون يطبخون في بير مندي في كذا. يقول فشرحت لهم فحصلت على أول تصريح ترخيص استراحة. وليش تقول إنك تخلف؟ لأنها هي موجودة في الحجاز. لما تقرأ مثلا للشيخ أحمد الغزاوي في كتابه الشذرات اللي كتبه قبل 70 سنة، يقول استأجرنا استراحة واستأجرنا في المدينة يسمونها بلاد يستأجرونها. يمكن يقصد في الرياض، هو قصده رسمية صح إنه أول تصريح في الرياض، هو قال في السعودية بس في الرياض ممكن. طيب. تصريح كتصريح إنه أول ما طلع استراحة بهالشكل. طبعا طال عمرك هنا حكاية طويلة عن المساهمات، تكلم عنها وكيف الإنسان يكون مساهم، تكلم عن الاستثمار السعودي خارج السعودية وجاب عيوبه، له وجهة نظر مختلفة في موضوع رسوم الأراضي البيضاء. هو ما ينتقد، هو يطالب بتعديل القرار. وأنا أعتقد أن الكتاب لو حدث سيتغير رأيه، لأنه أكثر الإشكاليات اللي جابها وزارة الإسكان عالجتها في موضوع الأراضي البيضاء. 2000 وكم طباعة الكتاب؟ 2015، يعني 7-8 سنوات. أجمل ما في الكتاب أيضا وكله جميل حقيقة وصايا للشباب العقاريين، والله وصاهم وصايا فعلا فعلا، قال الأمانة، الصدق، لا تستعجلون على الأرباح، لا تستعجلون المكاسب، المساهمات، الشراكة مبروك إذا قامت على فيها بركة، إذا قامت على 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 الصدق وعلى على النزاهة. طبعا أشياء كثيرة ممكن تقول عن الكتاب، وأنا أعتقد أنه أي مهتم بتاريخ الرياض يجب أن يقرأ هذا الكتاب. أي شخص يبي يدخل في العقار في السعودية كلها يجب أن يقرأ هذا الكتاب. أي شخص يبغى يعرف قيمة الصدق والنزاهة بالنجاح يدخل في هذا الكتاب. طبعا هو شرى، هو يقول أنه شريت الأرض العلية ومزرعة العلية من الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز رحمها الله، يقول قلنا لها ب1.5 ريال، قالت لا ب2 ريال، المهم وصلوا إلى 2 ريال إلا ثلث، يعني 1.5 ريال. أبرز الملاحظات؟ أبرز الملاحظات هو شيء طال عمرك التحديث. أنا الشيخ إبراهيم شفته رجل ما شاء الله يقرأ ويتابع، أنه يحدث الطبعة، يشوف موضوع الرسوم على الرسوم على الأراضي البيضاء يحتاج إعادة نظر منه. أيضا الاستثمار الأجنبي يعيد النظر فيه، لأنه طلعت قرارات، تعرف هذه الأشياء تطلع سنويا. هو تكلم عن تجاربه في مصر وتونس والمغرب، أكثر الدول دي صار فيها تحديث في الأنظمة. أتمنى أيضا أنه، وأتمنى كمان يزود أكثر في خبرته، لأنه كان يمكن ربع الكتاب الأخير عبارة عن شهادات أصدقائه فيه، وهذه يمكن ما تلائم حياتي في العقار، هذا لازم يكون كتاب ثاني، لأن كتب السيرة غالبا تكون سيرتك فقط. جميل جدا، شكرا لهذه القراءة دكتور.